بالنسبة للعمل هذي بدينا ننجزوا فيه عنا قرابة شهرين ممكن حتى أكثر شوية. دونك بالتنسيق مع مسيو فلاديمير شايكو ومع إدارة المهرجان عملنا البرنامج. جاء هو في شهر أفريل وشاف شفاموش ما ثماش معناتها تعرف على الأطراف وإلى آخره وانطلقنا في العمل. معناتها هما غاديكا وإحنا هنا وطوى عندهم منذ لسات جوية هما موجودين في تونس وقاعدين نخدموا معناتها بنسق حثيث باش نحاولوا يكون عرض في مستوى هذه الدورة متاع كارتاج. اللي نجم قلوه آخر على العرض هذا بالنسبة للفقرة اللي مش يغني فيها لطفي بوشناق. لطفي بوشناق المرة هذه باش نسمعوه في روجيستر واحد آخر خاطر لطفي من الحاجات اللي تميزوا اللي كونوا يغامر ويحب المغامرات ويحب عنده باش يغني بارتي كلاسيك. فما حاجات كلاسيك اللي هما فما كلمات حطتهم آدم فتحي فما حاجات ما معروفة معناتها فما ثلاثة ولا أربعة قطاع معروفة وفما حاجة أخرى اللي هي باش يحاول يقدم إنتاج زوز أغاني جديدة اللي هو لحنهم كيف من كلمات آدم فتحي. وقمنا بإعادة التوزيع متاعهم قام بهم الفنان التونسي عياض اللبان اللي هو عاود عمل لي زوركستراسيون نتاعهم باش يحطهم بور لي زادابتي على الاوركستر الكبير هذايا خاطر اوركستر ضخم ياسر. ولطفي معناتها لبى الدعوه قبل وبارك الله فيه. اون شوز امبورطانت بور ما لا كونسيرت ا لي نوم هيم على جوا سي تريز امبورطانت هيم لا جوا اي سي هيم دل peace, la paix, la paix et la joie. Et c'est important, c'est un mix de cultures mondiales, européennes et arabiques, et un mix de cultures mondiales. La musique de Beethoven est très, très intéressant pour moi, cette chanson de Lotfi Bouchnak, parce que sur la base de la musique classique, il y a paroles, textes, et une idée arabique. Et c'est très intéressant pour nous. Et c'est important, l'une des choses artistiques est importante, les choses humanité. Pour nous, c'est important et c'est très intéressant. Et j'espère que nous avons un bon concert et nous invitons tout pour concert beaucoup de public, s'il vous plaît. Donc, مشاركة لطفي بوشناق, مشاركة برنامج لطفي بوشناق, عنده حاجات اللي هي معروفة من ريبرتوار, مش يغني لارليزيان. مش يغني عنده تراندو بليزير متاع شتراوس, اما هذوما عليهم كلمات بالعربي هذوما. وفما كيف ما قلت لكم فما حاجتين زوز اعمال كبيره نتاعو هو اللي هو ملحنهم اللي هما كون ريوسي ادابتي معناتها روفير ريوركستري بار عياض لبان للمناسبه هذه. معناتها العرض هذايا فيه الافوا مشاركة متاع الكار متاع تونس اللي هو قاعد يخدم على البرنامج وحده قرابة شهرين, وعندك المجموعة الأوركسترالية التونسية اللي خدمت على البرنامج حضرت البرنامج هذية على حدة معناتها, وعندنا الأوركستراسون اللي هي تخدمت وين؟ لا ما تخدمتش في أوكرانيا, خدمها عياض اللبان هذية تخدمت في باريس. ومن بعد الكل هذية جمعناه وعنا هالأيامات هالفترة اللي احنا تو مجتمعين فيها في الأفريقة قاعدين نقوموا بالتمارين قاعدين نجهزوا العرض الافتتاح. دونك هو انتاج لسهرة الافتتاح معناتها ستريم من كارمينا بيورانا. فما حاجة أخرى زيادة باش نعملوها اللي كونوا السنة باش نحاولوا نسمعوا الجينجل متاع كارتاج اللي العادة نسمعوه مسجل. Cette année, on va essayer de le faire en live. Maintenant, je vais faire directement. Je vais faire mazouf directement. Jingle, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ainsi par la Zarathustra, je vais faire Richard Strauss. Je vais faire. Je vais faire la force du destin, je vais faire Verdi, je vais faire un clin d'œil à la révolution. Je vais faire.
هذا البرنامج معناتها. والفقره نتاع نتاع لطفي اللي فيها الارليزيان اللي فيها البولكا فيها وزوز غنايات هي كلمه ويا نعيم الله بلادي.